والآن نتحول في نشرة التاسعة إلى أهم أنباء الاقتصاد. مع دينا فكري، إليك شكرا دينا. ريهام وأميمة، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر واحدة من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً اقتصادياً خلال عام 2020. وتوقع البنك الأوروبي أن يستمر النمو بمعدل 4.2% في عام 2021 و 5.2% في عام 2022. وكان متوسط النمو الاقتصادي في الأربع الثلاثة الأولى من العام المالي 2020-2021 قد حقق 1.9% حتى نهاية يونيو بفضل التحسن في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنشاءات. فازت مصر ممثلة في البورصة المصرية برئاسة الاتحاد اليورو آسيوي للبورصات في دورته القادمة بعد منافسة قوية مع بورصتي سيدني وأرمينيا. وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن فوز مصر بهذا المنصب يعكس تزايد مكانة البورصة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف رئيس البورصة أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء الاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها، وكذا العمل على تنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول مع تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات جلسة التداول على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660 مليارا و661 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة. الخسائر امتدت أيضا لمؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان الذي تراجع بنسبة 1.41% ويغلق عند مستوى 3232 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و62 قرشا للشراء و15 جنيها و71 قرشا للبيع. كما سجل اليورو 18 جنيها و55 قرشا للشراء و18 جنيها و67 قرشا للبيع. كما وصل الاسترليني إلى 21 جنيها و58 قرشا للشراء و21 جنيها و72 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و25 قرشا للشراء و4 جنيهات و27 قرشا للبيع. ووصل سعر الريال السعودي إلى 4 جنيهات و16 قرشا للشراء و4 جنيهات و19 قرشا للبيع. دعا وزراء خارجيات مجموعة العشرين إلى حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ، وذلك في أول اجتماع مباشر لهم منذ عامين. وركز الاجتماع الذي انعقد ليوم واحد في مدينة ماتيرا الإيطالية على إحياء الاقتصاد العالمي في أعقاب الجائحة وتعزيز التنمية في إفريقيا. وتسهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من التجارة العالمية، وتمثل 60% من سكان الكوكب. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة إلى ريهام وأميمة. شكرا دينا.